الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قضاء حوائج الناس أولوية، اوعى حد يتنازل عنها، اوعى تتنازل عن قضاء حوائج الناس. طبعا ساعات بتبقى الأمور برة إرادتك وبرة طاقتك، مع ما نحاسبلكش عليه ولا ربنا هيحاسبك عليه. إنما هاخد لكم مثال بسيط جدا جدا، العلم. أنا خدت ثانوية عامة، دخلت كلية الطب، اتعلمت، خلصت كلية الطب، طلعت من الأوائل، اتعينت في قصر العين، خدت ماجستير واحد وماجستير اتنين ودكتوراه، كل ده بتعلمه. هنفترض إن هذا العلم ماسة أو جوهرة غالية جدا، هنقول العلم اللي اتعلمته بمليار دولار، بلاش جنيه، جوهرة بمليار دولار. وفعلا هي كده، وفي ايدي، خلاص ما العلم ده انا اتعلمته، هل يصح انزل بيها التربة؟ هل ده يصح ولا سلمها قبل ما انزل التربة؟ المنطق والعاقل هيقول لا، اوعى تفضل ماسكها وتنزل بيها التربة، تبقى شخص ما عندكش اخلاق. كذلك العالم، العالم اللي ما يعلمش اللي بعديه يبقى ما عندوش اخلاق. العلم انت مستخلف فيه، نحن مستخلفين في هذا العلم. هو مين اللي اداك العلم ده؟ مين اللي عمل لك المخ اللي تفهم بيه؟ طب ما في ناس مش قادره تذاكر كلمتين لان المخ طاقته كلمتين. مين اللي اداك المخ انك تعرف ماجستير اول وماجستير تاني ودكتوراه وابحاث؟ مين اللي اداك المخ ده؟ ربنا. مش سد الدين. يا ربنا اداك مخ تقدر تفهم بيه كويس جدا جدا جدا. طيب مش ده نعمة؟ طب مقابل فيها ايه؟ اعلم الناس. تعليم الناس ده حاجة قيمة جدا. قضاء حوائج الناس في حدود، اللي معاه فلوس كتير ممكن يساعد اي حد، ومعظم الناس ما شاء الله كلهم بيعملوا كده. اللي معاه قوه بدنيه يساعد بقوته البدنيه، اللي معاه علم زي ما قلت، اللي معاه صحه، الحق اخدم الناس وانت سليم قبل ما تيجي بعد كده تكبر وتندم انك ما عملش حاجه في حياتك وانت كبير. فقضاء حوائج الناس دي حاجة حلوة جدا جدا جدا، نحط تحتيها كده جبر خاطر اللي احنا بنقوله عليه، برضو في حدودك. يعني انا كثيرا بقابل واحد يزعل مني ان انا مش قادر اكشف عليه، انا مش قادر، مش عندي قوة ومنعته اطلاقا. فجبر خاطر في حدودك وفي امكانياتك وفي الحلال، ما تجبرش خاطر واحد في الحرام. فجبر الخاطر يجي برضو تحت قضاء حوائج الناس. قضاء حوائج الناس دي حاجة يعني بديعة جدا جدا جدا، تخليك ماشي زي الملاك على الارض. وربنا ما بيسكتش، اديت حاجة هتاخد قصتها على طول. الدين اللي لله بيجيلك، مش شرط فيك، في ولادك، في بيتك، في زوجتك، في مشكلة وقعت فيها. فربنا ما بيسيبش اطلاقا حاجة. ادعوكم الى قضاء حوائج الناس، سواء انت في مركز كبير، على قد ما تقدر اخدم فيه، على قد ما تقدر اخدم فيه، سواء معك فلوس، على قد ما تقدر ساعد الناس، على قد ما تقدر علم، على قد ما تقدر علم الناس، على قد ما تقدر بكامل طاقتك. لو عملنا كده كلنا هنبقى مجتمع راقي جدا جدا جدا. امبارح كنا بنقول اتقان العمل. حطوا اهو طوبة في بيت، جنبيها الطوبة التانية قضاء حوائج الناس، بقى قصر، بقت بلد غير عادية. قضاء حوائج الناس ننصح بيه اللي في مركز كبير. يعني ساعات مركز كبير
يخجل انه يقضي حاجة ناس، لا يقال عنه انه بيعمل كذا وكذا وكذا. لا، ما حدش قال لك ما تعملش حاجة غير قانونية خالص خالص. لكن ممكن جدا ست كبيرة لها معاش وهتيجي خمس ست مرات ساعتها، اهو ده قضاء حوائج الناس. راجل انت شايف انه مظلوم اقف جنبه، اهو ده قضاء حوائج الناس. مظلوم انت وانت في مركز كبير، انت في مكان تقدر تقول او لا، تقدر لك السلطة انك تقول نعم او لا، ساعده. ابويا الله يرحمه كان رئيس محكمة النقض، كان عامل يوم في الاسبوع قضاء حوائج الناس، ان كان في الجنة ويا رب يكون فيها لهذا اليوم، ان كان في الجنة واتمنى هذا والقاه باذن الله لهذا اليوم، كان عنده يوم الثلاث قضاء حوائج الناس. هو رئيس محكمة النقض طبعا لا يمكن هيعمل حاجة غير قانونية، لا يمكن او يسعى في حاجة غير قانونية. لكن في ناس مصالحها مش ماشية وواقفة في اكثر من وزارة وفي اكثر من حتة، كان ياخده من ايده كده. انا كنت حضرت هذا وانا من طفولتي يعني، وانا عارف اليوم الثلاث يوم قضاء حوائج الناس، وكان يفتخر بيه، ياخد اي واحد مهما كان بسيط مهما كان بسيط ياخده من ايده ويروح في المكان ان كان له حق. محدش بيقول لك اسعى الواحد ملوش حق اطلاقا، بالعكس ده انت اللي ملوش حق ده تبعد عنه، اللي عايز يكسر القانون ابعد عنه. خلي بالكوا احنا عندنا ظاهرة كلنا تعبانين جدا منها كلنا. تعرف انت بتكلم مين؟ يا ريت ما نسمعش الكلمة دي تاني. تعرف بتكلم مين يعني ايه؟ نلتقي بعد الفاصل. نبدأ بقى برسائل المشاهدين، بس برضو عايز انوه قبل الفاصل كنت بقول بلاش كلمة انت عارف انت بتكلم مين، بكلم مين يعني بكلم مين. كان يدخل الرجل على مجلس رسول الله فلا يعرفه، لا قاعد على حتة عالية ولا لبس معين ولا اي حاجة خالص، كان يدخل الرجل على مجلس رسول الله فلا يعرفه. يعني ايه بتكلم مين؟ بدل ما تقول انا بتكلم مين، ساعد الناس، ساعد الناس من غير ما يعرفوا انت مين. انما الكلمة دي يا ريت تختفي من حياتنا. الكبر اول جريمة حصلت في الكون، اول جريمة في الكون كان الكبر. يا ابليس اسجد لآدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، رفض السجود بكبره وافترض من الجنة. تخيلوا اول جريمة حصلت هي الكبر، دي كانت جريمة خطيرة جدا جدا جدا، لا اتمنى لاي احد ان يتصف بها. كان طبعا تاني جريمة الكذب، الا ادلك على شجرة الخلد. تالت جريمة الغيرة، اللي قابيل قتل بها هابيل، ده قدم قربان تقبل وده قال له لا اقتلنك. فدول التلات جرائم اللي الناس كلها ماشية عليها، يا كبر يا كذب يا غيرة. خلي بالكم من الثلاثة دول نبعد عنهم عشان ربنا يكرمنا بدخول الجنة ان شاء الله. في بقى رسالة جميلة جدا، علي الجنجيهي او الجنبيهي مش عارف هي مكتوبة غلط ولا لا. لو طفلة عاملة عملية قلب مفتوح انعكاس شرايين وهي عمرها 21 يوم عندها الان 5 سنوات، ينفع تتجوز؟ ينفع ينفع ما دام عملنا جراحة. طبعا انا ما شفتهاش، بس انت الدكتور بتاعك اللي هيقولك وظائف القلب سليمة ولا لا بعد العملية. قد تكون العملية ما رجعتش القلب كما كان، قد يكون، يبقى في هذه الحالة علامة استفهام على جوازها. انما اذا كانت العملية تمت بنجاح ووظائف القلب سليمة مفيش مشكلة خالص. يعني هو القضية قضية اخلاقية شوية، اللي هيتقدم لها هنقول له ولا هيفاجأ ليلة الدخلة
بالجرح اللي في صدرها تقول له ده انا عملت عمليه وسني 5 سنين، هنقول له هي دي قضيه اخلاقيه. يا حبذا لو رجال الدين يقولوا لنا انا قريت ودورت وسالت، لازم تقول اي مرض يتقال لما واحد يتقدم، واحد عندها ذئبه، ذئبه الحمراء، وتقدم لها واحد انا عندي ذئبه وباخد كورتيزون والحمل هيبقى فيه شك، هل هقدر ولا ما اقدرش كده، هو يقرر اوافق او ما وافقش. على فكره ما حدش بيرفض، والله ما حد بيرفض، انا عندي ثقب في القلب وصلحته، يبقى عارف. فالقضيه اخلاقيه، ان اللي هيتقدم لبنتك لازم يكون عارف ايه اللي حصل بالظبط. يتجوز ولا لا، تتجوز ولا لا، هنشوف وظائف القلب. هل وظائف القلب سليمه؟ اذا كانت سليمه ما فيش اي مشكله خالص، يبقى الجراحه صلحت المشكله. مش سليمه هنقول لك ينفع تتجوز ولا ما ينفعش. اذا كان كفاءه القلب كويسه، كفاءه القلب مش كويسه، هترعى الحمل هيحصل ولا لا. كل دي اسئله هنجاوبك عليها لما تكشف البنت دي. بس اهم حاجه اوعي تغلطي وتخبي على العريس اللي كان عندها. نور الهدى، نور الهدى كاتبه الاسم مرتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي 23 سنه، كنت حامل وجالي ضغط في الحمل وفضل مستمر معايا. انا بعاني من سرعه في دقات القلب، عندي نهجان، لو عملت اي مجهود، عملت ايكو مرتين مفيش حاجه. دلوقتي انا عندي نقص كالسيوم ونقص في مخزون الحديد، وعملت اشعه البطن والحوض، الدكتور قال لي كل حاجه كويسه بس الجبد 15.5 سنتي، وقال لي كويس بس محتاجه اخس شويه، مش عارف اعمل ايه في دقات قلبي غير كده. يكون قاعده والاقي دقات قلبي سريعه جدا والم شديد في ظهري ورقبتي، وبفضل شويه بفضل شويه مش عارفه اتكلم على اعصابي. بالله عليك رد علي. طبعا هرد عليك يا بنتي من غير ما تحلفين. يعني ده يعني في تقصير شويه في التشخيص وفي العلاج. هو جالها ضغط في الحمل، دي حاجه معروفه عندنا. الست اللي جالها ضغط وهي حامل ثلاث احتمالات لا رابع لها، ثلاث احتمالات، اما مريض الضغط من الاول وبقت حامل الاول، يبقى الحمل ملوش ذنب. ست مريض الضغط من الاول وبقت حامل فبقى ضغطه حمل، او ان يكون ضغط حمل بينتهي بالولادة، ينتهي بالولادة طول ما هي حامل، الضغط عالي، اول ما تولد الضغط بيعود كما كان، او تسمم حمل. وتسمم حمل كذا نوع، منهم انواع خطيرة جدا جدا بنضطر فيها ان احنا ننزل الولد، يعني البيبي ننزله عشان حفاظا على الام. فهو ده انواع الضغط. انت من اني نوع من دول؟ انت ما قلتيش هل كنت مريض الضغط. تقول لي طب ما انا ما حدش قال لي. اقول لك برافو عليك عشان ما اشتكيتيش. تقول لي طب وممكن يبقى عندي ضغط وما اشتكيش؟ اقول لك جدا جدا جدا، ده عدد كبير جدا، يصل الى نصف المرضى، نصف المرضى عنده ضغط ما يعرفش. عشان كده قياس الضغط روتين. تقول لي طب وخلاص المشكله انتهت، انا هعدي على اجزخانه اشوف ضغطي ايه كويس، ده الباقي بقى مش انت، عشان نشوف انا مريض ضغط ولا لا. اقول لك برضو غلط، لان قراءه واحده لا تكفي. احنا ما بنشخص الضغط العالي بقراءه واحده، لان اي انفعال، اي انفعال يخلي ضغطك عالي. انت منفعل ودخلت على الاجزخانه ضغط 160 100، انت مريض ضغط، متاسف انا هقيس تاني وتالت ورابع عشان اشخص ضغط. تشخيص الضغط مش سهل خالص يا نور خالص. فانت بتقولي ان كان الضغط موجود اثناء الحمل، ولدتي والضغط استمر. القصه اللي هنا مقلقه ضربات القلب اللي بتيجي سريعه، هي دي اللي مقلقه. وانت ما قلتيش انت عملتي كل حاجه ما عدا المطلوب. المطلوب رسم قلب 72 ساعه. ده جهاز زي الموبايل بالظبط كده، بيتحط في جيبك ويتوصل على صدرك وبيقيس، بيشوف رسم القلب 72 ساعه. اي خلل في ضربات القلب بيبان في هذا الرسم. يا نور، نور الهدى،
استنيني بعد الفاصل. فنور الهدى عملت كل حاجة ما عدا المطلوب. أنا عايز أشوف طبيعة هذه الدقات اللي غلط إيه؟ طبيعتها إيه؟ هل هي أزينية؟ هل هي بطينية؟ هل هي زبزبة أزينية؟ ما نعرفش. أنت بتحسي دقات قلب غلط بتقعد شوية وتمشي. لازم تعملي هولتر اللي هو رسم قلب 72 ساعة. ده بيفيد جدا جدا جدا، بيفيد الدكتور في التشخيص، بيسهل عليه الأمور جدا. القلب بيدق بين 110 و120 ألف دقة في اليوم. مش تستاهل دي نقول سبحان الله، سبحان الله، من 110 ل120 ألف دقة في اليوم. طب في واحد عاش 80 سنة تطلع كام؟ أنا قعدت أحسبها ما عرفتش، وصلت لـ4 مليار قلب شغال عمرك، 4 مليار ولا 5 مليار دقة من غير لا يقول أي ولا يقول حاجة. هات لي مكنة بتعمل كده، هات لي مكنة صنعها الإنسان بتعمل كده، تشتغل بهذا العدد. فالقلب بيدق هذا العدد، أسجله. إنما أنت لما تروح عيادة وتنامي، أنت قعدتي قد إيه في العيادة؟ 10 دقايق، ربع ساعة، هعمل لك رسم وأنت موجودة هيطلع نورمال، مفيش حاجة. أنا عايز أقفش الأزمة. أقفشها إزاي؟ بإن جهاز يتحط ونسجل هذه الحالة تماما. بتطلع تقول لي ده كذا، يا إما حاجة مطمئنة يا إما بندي أدوية. ده نور الهدى، نور الهدى. أعتقد إن إحنا قلنا الإجابة لك يا أم أحمد مصطفى، جزاك الله خيرا مباركا تقدم العلم. ده مش كاتبه سؤال بس، بنشكر ام احمد مصطفى على الرساله دي، رساله يعني انسانه، انسانه فعلا يعني. هي بتشكر على الحلقات وانها بتستفيد منها وكده، واحنا كمان بنشكرك يا ام احمد، يا مصطفى، يا علي، على هذه الرساله الرقيقه، وانا هحتفظ بيها، مش هديها تاني للمعده. مصطفى البنداري، مصطفى البنداري، السلام عليكم. كنت عايز اعرف هل جلسات علاج الكيماوي بتعمل ترسبات في دم ويحتاج مريض الكيماوي لتنقية الدم؟ وشكرا لحضرتك. مفيش حاجة اسمها كده خالص يا مصطفى، خالص. اللي بياخد كيماوي ياخده له مضاعفاته، له مضاعفاته زي سقوط الشعر، لكن ترسبات في الدم دي انسى. جايز، جايز والله اعلم، انت قصدك سرعة الترسيب. جايز سرعة الترسيب بتعلى يا مصطفى من الورم اللي انت بتاخد له الكيماوي، مش من الكيماوي. يعني اي انسان يا مصطفى عنده ورم بيعلي سرعة الترسيب دي، بقى مش محتاجة لتنقية، هو سرعة الترسيب عالي. احنا اتكلمنا على سرعة الترسيب حلقة كاملة، وقلنا ان الدم زي المية المتعكرة، الطين بينزل تحت والمية تقعد فوق، الدم بيعمل كده، سرعة الترسيب بتعلى من المرض الأصلي. مفيش حاجة اسمها في ترسيب في الدم أنقيه خالص، دي كلمة مش صح علميا. فهو سرعة الترسيب عالية، إذا كان قصدك كده دي حاجة طبيعية جدا مع أي ورم، وممكن جدا 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 ما تنزلش تاني، يعني تعيد سرعة الترسيب كذا مرة تلاقيها ما تنزلش تاني. فده يعني ما تخافش خالص، ده سرعة الترسيب عالية. ده اللي عنده لوز سرعة الترسيب بتعلى، يبقى اللي عنده ورم سرطاني مش هتعلى سرعة الترسيب. في حاجات كتير تعلي سرعة الترسيب، كتير جدا جدا، مش عايز اقول لك كل الامراض، كل الامراض تعلي سرعة الترسيب. وفي حالات ما بتنزلش سرعة الترسيب تاني، في حالات تنزل زي الحمى الروماتيزمية سرعة الترسيب تعلى، وبعد ما الولد يخف وكده وتسيبه شهر شهرين ثلاثة تلاقيها بتعود إلى ما كانت عليه، إنها في ساعات ما تنزلش. فما تقلقش خالص يا مصطفى يا بنداري. في واحد كاتب أحمد رجب مكاوي، أحمد رجب مكاوي بيقول السلام عليكم ورحمة الله. حالة شاذة، لا شاذة ولا حاجة يا أحمد، دي حالة عادية جدا جدا جدا،
بيقول في شاب عنده ثقب بالقرب وارتفاع مستمر بالضغط، دي حاجه عاديه جدا. الثقوب القلب خلقيه، خلقيه. ولما تعرف ثقوب القلب دي خلقيه ليه، والله ما تحصل الا تقوم تسجد، تقوم تسجد وتقول سبحانك الله. الولد في بطن امه، الولد جوه الرحم بيتنفس؟ لا طبعا، مش معقول كل شويه هيطلع ياخد نفس ويخش، هو بياخد الاكسجين عن طريق الحبل السري من امه، اتفقنا؟ تاني، الولد في بطن امه بيتنفس؟ الاجابه لا. يبقى قطعا الدوره الدمويه مختلفه، الدوره الدمويه مختلفه. انت عندك الدوره الدمويه، الدم بيجي الناحيه اليمين يطلع على الرئه عشان يتاكسد، وبعدين يجي على الشمال. طب ما الرئه مش شغاله، فالرئه مش شغاله. فسبحانك الله يا رب، في ثقب يعدي منه الدم من اليمين للشمال دغري لان الرئه مش شغاله. طب لما يتولد الثقب ده يقفل، الثقب ده يقفل لوحده، وفي قناة تقفل لوحدها، سبحان الله. ثم أنشأناه خلقا آخر، ده خلق جديد جدا، تبارك الله أحسن الخالقين. ربنا بيتكلم على تطورات خلق الطفل جوه أمه لحد لما وصل لحد معين اتولد. ثم أنشأناه خلقا آخر خالص، الرئة اشتغلت بقى ولد تاني خالص خالص. ثقب القلب عيب خلق، يعني معرفش يقفل الثقب. في بعض الحالات هو ثقب موجود عندنا كلنا عشان الدم يعدي من اليمين للشمال دون المرور على الرئه، ما هو الرئه مش شغاله. فبعد ما اتولد الثقب بيقفل، ما قفلش، بقى عيب خلقي، عيب خلقي، عايز جراحه اذا كان كبير. في بعض ثقوب القلب صغيره جدا جدا ما تستاهلش نبص لها، بعد البحث ونشوفها كويس ونعمل جاي الصبغه ونعمل ايكو وكلها، اقول لك ده ايه، 2 مللي، سيبه مش هيعمل حاجه. انت بتقول عنده ثقب في القلب، و السؤال الثاني اللي عنده ضغط، ده حاجه وده حاجه، ده حاجه وده حاجه، ما لهمش اي علاقه ببعض. ثقب القلب عيب خلقي في كثير من الحالات يا احمد، في كثير من الحالات مش محتاج جراحه خالص، انما اللي محتاج جراحه ثقب محترم بيعدي الدم، ده هيضره، فيبقى عايز جراحه. وعندنا في مصر ما شاء الله، ما شاء الله، ان احنا يعني متقدمين جدا في هذه الجراحه، خاصه في مركز الدكتور مجدي يعقوب في أسوان، الله يحفظه ويحميه. عشان يعني أنا إذا كان طفل أو كبير وديه للدكتور مجدي يعقوب، وما شاء الله جميع العمليات بتعمل في أسوان تحت إشراف الدكتور مجدي يعقوب مجانا. فنجري على هناك ونلتقي باكر إن شاء الله.